ورحمة الله وبركاته، كيف أحوالكم طلابي الأعزاء طلاب الصف التاسع؟ نحن اليوم مع درس جديد من دروس الرياضيات قسم الهندسة. أردنا اليوم أن نأخذ المنصف الداخلي، ووجدت أنه من الضروري أن نراجع معلوماتنا في الصف الثامن، الارتفاع والمنصف والمتوسط والمحور، وهي الخطوط الأساسية في المثلث، لكي نميز بين المنصف والمتوسط، بين المنصف والمحور، بين المنصف والارتفاع، كي لا يلتبس علينا الأمر. فدرسنا اليوم مراجعة مجموعة من الملاحظات، معلومات سابقة يجب أن نستثمرها قبل أن نأخذ درس المنصف. الخطوط الأساسية في المثلث هي أربع خطوط: ارتفاع ومنصف ومتوسط ومحور. طيب ما الفرق بين الارتفاع والمنصف؟ ما الفرق بين المنصف والمتوسط؟ بين المتوسط والمحور الآن سوف نتعلم. الارتفاع هو المستقيم العمود من أحد رؤوس المثلث على الضلع المقابلة. إذا عمود، أي عمود نازل من أي رأس المثلث على الضلع المقابلة هو ارتفاع. عمود أي يشكل زاوية قائمة. متى نزل مستقيم من الرأس إلى الضلع المقابلة وشكل زاوية قائمة يسمى ارتفاع. حتى إذا كان من هذا الرأس، حتى إذا كان هذا الرأس إلى الضلع المقابل شكل زاوية قائمة فهو ارتفاع. طيب المنصف، المنصف هو المستقيم الذي يقسم زاوية الرأس إلى زاويتين متساويتين. لاحظوا المثال، المنصف ليس من الضرورة أن يشكل زاوية قائمة، وليس من الضرورة أن ينزل إلى منتصف الضلع المقابل للرأس. المنصف ينصف الزاوية، يقسم زاوية الرأس إلى قسمين متساويين، هذا هو المنصف. لاحظنا؟ هناك التباس عند الطلاب بين المنصف والمتوسط. سوف نتعلم ما هو المتوسط. المتوسط هو المستقيم الذي يمر من الرأس إلى منتصف الضلع. إذا المتوسط ينصف الضلع. لاحظنا؟ لا يقسم الزاوية إلى قسمين متساويين، هي 30 وهي 50. فلا يقسم الزاوية إلى قسمين متساويين، إنما يقسم الضلع المقابل للزاوية إلى قسمين متساويين. لاحظنا الفرق بين المنصف والمتوسط، المنصف للزاوية والمتوسط للضلع. طبعا درسنا غدا أو درس القادم هو المنصف الداخلي، هذا هو. طيب الخط الأخير في المثلث هو المحور. المحور هو العمود على أحد أضلاع المثلث في المنتصف. لاحظوا المحور، المحور ليس من الضرورة أن يمر من الرأس، الارتفاع يمر من الرأس، المنصف يمر من الرأس، المتوسط يمر من الرأس، المحور عمود في المنتصف، ليس من الضرورة أن يمر من الرأس، ليس من الضرورة أن يمر من الرأس. لاحظنا يا جماعة، إذا لدينا ثلاث خطوط أساسية في المثلث، يجب أن نحفظها، نفهمها، نعرف الفرق بينها، لكي نقدم على الدرس القادم وهو المنصف الداخلي. لدينا مجموعة ملاحظات. الملاحظة الأولى تقول: في المثلث المتساوي الساقين زاويتان القاعدة متساويتين. في المثلث المتساوي الساقين زاويتان القاعدة متساويتين. طيب هل نشوف العلاقة بالمنصف المتوسط؟ سوف تلزمنا هذه الملاحظة في حل تمارين المنصف الداخلي. أيضا ملاحظة ثانية: الارتفاع النازل من الرأس إلى القاعدة في المثلث متساوي الساقين هو منصف ومتوسط ومحور. فإذا كان لدينا هذا المثلث متساوي الساقين، هذا الضلع 4 وهذا الضلع 4، فإذا رسمنا ارتفاع من الرأس إلى الضلع المقابلة، قال هذا الارتفاع هو بنفس الوقت هو منصف ومتوسط ومحور، يعني صار له 4 صفات. هذا الارتفاع له 4 صفات، ما هذه الصفات الأربعة؟ منصف، لاحظوا منصف ينصف زاوية الرأس، متوسط يقسم الضلع المقابل لقسمين متساويين، ارتفاع وايش؟ ومحور، بما انه ارتفاع في المنتصف فهو ايضا محور. انتبهنا يا جماعة، قاعدة كثير مهمة هذه. مهمة كثيرة جدا اذا انتبهوا عليها مظبوط. بدي اخذ الأربعة قبل 30، في المثلث متساوي الأضلاع جميع زواياه قياسها 60. إذا المثلث متساوي الأضلاع، هذه ملاحظة أيضا مهمة، جميع زواياه مساوية وتساوي 60. فإذا كان لدي هذا المثلث متساوي الأضلاع، فهذه الزاوية 60 وهذه 60 وهذه 60. مجرد نسمع مثلث متساوي الأضلاع فجميع زواياه 60. طيب إذا كان لدينا مثلث متساوي الساقين
وزاويه الراس تساوي 60. طيب اذا زاويه الراس 60 هاي الزاويه ساويه هاي حسب الملاحظه الاولى في المثلث تساوي الساقين زاويتا القاعده تساوي 2. طيب هاي 60 بقى لهاي وهاي 120 لاحظنا بقى لهاي وهاي 120 معناتها وبالنص هاي 60 هاي 60 هاي 60 صار مثلث مساوي الاضلاع. اذا نقول في المثلث المساوي الساقين اذا كانت زاويه الراس تساوي 60 فهو مثلث متساوي الاضلاع بارك الله بكم طلابي الاعزاء.